السلام عليكم استاذ المراكشي شاكيب جامعه حسن الثاني بالدار البيضاء كليه العلوم بالمسيك. فالحقيقه احنا جينا اليوم كندوا بهذا التماطل ديال الوزاره في اصدار المراسيم النظام الاساسي والمراسيم التطبيقيه ديال هذا النظام الاساسي اللي تم اتفاق عليه مسبقا مع الوزراء السابقون، وما كنعرفوش شنو الاسباب ديال هذا التماطل اللي كيطول، اللي في الحقيقة ما كينصفش الأستاذ الجامعي وكيحاول يعرقل السيرورة العادية ديال المسار البيداغوجي ديال الأستاذ العادي، لأن بغينا نهمكو في أشغال ديال البحث العلمي وديال البيداغوجي ولا نبقاو مقابلين هذا النضال إلى آخره. فهذه حقوق اللي طالبنا بها في إطار النقابة المغربية وتم الاتفاق عليها، ودابا ما كنفهموش هاد التماطل، ودابا حنا جينا كندو بالمسؤولين باش يسرعوا في الاصلاح النظام الاساسي اللي تم الاتفاق عليه مع الزياده الوازنه ديال الاجور. كنقولوا الزياده الوازنه الاجور اللي يمكن بها تحفز الاستاذ الجامعي، وكنطلبوا عاوتاني باش ترفع ديك الضريبه على البحث العلمي، لان لا يعقل انك تؤدي واحد البحث العلمي وان كتؤدي عليه واحد الضريبه. وفي الاخير كنطلب من المسؤولين اللي كيسمعوا هذا النداء باش يتفادوا التصعيد اللي يمكننا نقوموا به كمثل مقاطعه ديال الامتحانات او لا الدخول الجامعي المقبل. وكنشكر الصحافه المرئيه وشكرا. النظام الاساسي كاين مشروع النظام الاساسي، ولكن الاساتذه كونوا على بال، راه كاين مشروع قانون التعليم العالي هو الاول، راه الا ما داش مشروع القانون التعليم العالي لا يمكن باش نمروا النظام الاساسي. لماذا؟ من الناحيه القانونيه واهل القانون يفهمون هذا جيدا، كاين التراتبيه لايارشي ديال لا لوا. قانون التعليم العالي جاء تنفيذا لقانون الاطار، لان داز قانون الاطار استمرت المصادقات عليه فهد امزازي، هذاك صدقوا عليه، هذيك قانون الاطار شنو يقول لك؟ خصك تبدل ليا قانون التعليم العالي، وداخل قانون التعليم العالي تيقول لك خصك تخرج ليا المراسيم التنظيميه والتطبيقيه. معنى بالعمليه الحسابيه حاليا الا ما دوزش مشروع القانون التعليم العالي ما يمكنش. مشروع القانون التعليم العالي هو في البرلمان، الوزير السابق جرى طوالو باش يخرجوا على اساس كانت عنده نيه انه يرجع، لكن بقى حاليا هو مازال في البرلمان المراسيم ومنها النظام الاساسي. فعلا هي اشكاليه كبيره جدا اليوم بالنسبه الينا، مطلب زياده في اجور الاساتذه الباحثين مطلب اساسي وجوهري لدى النقابه المغربيه للتعليم العالي والبحث العلمي ولدى مختلف الشرائح الاساتذه الباحثين في مختلف مؤسسات التعليم العالي. هي اجور مجمده منذ اكثر من 25 سنه،
الخطير في الامر ولا الغريب في الامر ان هناك مهام كثيره اضافها النظام الاصلاح الجامعي ديال النظام الاساسي ديال 97 للاستاذ الباحث، ولكن مع كامل الاسف اجور الاساتذه الباحثين لا زالت مجمده، لا زالت في مكانها، تراوح مكانها، بل اكثر من ذلك طالها مقص الاقتطاعات المتتاليه لاصلاح تدريعات اصلاح صناديق التقاعد. لذلك نحن نؤكد اليوم من خلال هذه الوقفه الاحتجاجيه مع مختلف يعني التعبيرات الاحتجاجيه نطالب بزياده وازنه في الاجور الاساتذه الباحثين، تاخذ بعين الاعتبار المهام الجديده التي اناطها الاصلاح بالاساتذه الباحثين. شنو هما الاشياء اللي كيهددوا سلامه الامتحانات؟ فعلا نحن لما النقابه المغربيه للتعليم العالي والبحث العلمي كما قلنا ونؤكد وفي ادبياتنا نحن نقابه تشاركيه، نؤمن بان اي اشكال اي اصلاح اي قضيه من قضايا التعليم العالي والبحث العلمي يجب ان تكون ان تناقش ولا ان تقرب بمنطق تشاركي مع النقابات مع الفرقاء الاجتماعيين. اليوم نحن امام توجه جديد لدى الوزاره، تريد ان تقصي، تريد ان تلغي، لا تريد ان تستمع للاساتذه الباحثين، لا تريد ان تشرك يعني هذه المؤسسات الاساسيه وهذه المؤسسات الشركه. نحن نعتقد ان النقابات باعتبارها ممثلة للأساتذة الباحثين هي التي تمارس في الميدان وإشكالات المنظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، أعتقد هي إفراز طبيعي لطبيعة الممارسة. لذلك فإن المؤهل من ناحية التنظيمية ومن ناحية العملية المؤهل لأجل أن يكون شريكا حقيقيا هو يعني النقابة، لكن مع كامل الأسف اليوم وزارة التعليم العالي تسد باب الحوار مع النقابة، لا تريد أن تفتح باب الحوار. تشتغل اليوم النقابة عفوا تشتغل الوزارة بمنطق يعني بمنطق إقصائي، بمنطق فردي، بمنطق انفرادي. اليوم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشتغل في إطار صياغة يعني مشروع جديد لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن بمعزل عن النقابات، بمعزل عن الشركاء الاجتماعيين الذين نعتبرهم يعني أساسيين على قاعدة المقاربة التشاركية التي نعتبرها كما قلت لكم خيارا استراتيجيا لابد منه في على مستوى الصياغة يعني برنامج طموح يمكن ان يجعل الجامعة قادرة حقيقية للتنمية وقادرة على يعني كسب تحديات الألفية الثالثة. ضد التهميش، ضد الإقصاء، وهذا عيب، هذا عار، والجامعات في خطر، الامتحانات في خطر، هاي الخطة البيضاوية، امتحانات والدخول الجامعي، امتحانات في خطر، دخول جامعي في خطر، دخول جامعي في خطر. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.